المناسبة الأولى اليوم هي الفرحة بذكرى الانتصار بحرب تشرين التحريرية. هي المناسبة الأعلى. المناسبة الثانية المحبة اللي عم تجمعنا دائما، هي دائما نعتبرها مناسبة حقيقية. وطبعا كما ما عودنا حضراتكم هو الملتقى ثقافي أدبي فني لتطوير هي الفنون. فنحن بلقاء 38 وإن شاء الله بيكون يعني منقدم فيه شيء يكون فعلا تطوير وفعلا ارتقاء للثقافة يلي معروفة سوريا فيها، وهي بصمة لسوريا على دوام الدهر. يعني دعم الحرفيين بيتطلب انه المشاركة مع كل قطاع المجتمع. في عنا احنا هون الندوات الثقافية المهمة اللي بتترابط مع الفنون اليدوية والحرفية تبع سوريا، لانه بتعرفي سوريا غنية بهي المجالات. يعني في عنا ترابط. انا عندي 3 اعمال اليوم راح اقدمهم بهذا اللقاء المثمر والغني اللي احنا بنستفاد وبنفس الوقت كمان بنفيد. هي مهمة من حيث انه الواحد بيشوف اشياء جديدة، بيسمع ثقافات ممكن مختلفة من حيث الشعر، الغناء الغربي، الغناء الطربي. يعني وخصوصا هذا الجيل الجديد مو متأثر بالاشياء القديمة، فممكن بهاي الملتقيات يتأثر، ممكن يشوف، ممكن يتعرف على اشياء حتى ما هو كان اخذ باله عليها. اتمنى كل حدا عنده هالموهبة يعني او شيء كتير شيء حلو انه يجي ويحضر ويشارك ويعمل هالقصص كتير حلوة. على المستوى الثقافي هي مو مشاركتي، هي وجود كل هدول الناس بهاي الحرب، بهاي الأزمة، بهذا الضغط النفسي، لا موجودين عم نسمع غنية حلوة، بعد شوي حنسقف، بعد شوي حنفرح، حننسى. فنحن شعب عايش، شعب عم يعيش. فعلى المستوى المعيشي هو شيء كتير مهم، على المستوى الثقافي أيضا شيء كتير مهم. إذا أنا شاركت أو غيري فهذا الشيء بجنن، وهذا الشيء بيحسسنا أنه لسه عن جد سوريا موجودة، عن جد لسه نحن موجودين. مرحلة الحرب بسوريا خلال 6 سنوات ومن المظاهر الإيجابية جدا هو هذا الحراك الثقافي يلي شهده المجتمع المدني، وهذه التجمعات الشبابية والمجموعات التي تعنى بالكلمة وتعنى بنشر الثقافة. الحقيقة من أهم هذه المجموعات التي أثبتت لها واستقطاب لشريحة الشباب هي مجموعة كلمات التي حرصت أن يكون هناك تنوع وكم نوعي من الشباب الذي له أثر في الكلمة أو في إنكام الموسيقى أو بكل أنواع الفنون.